قال المغربيين منبت الأحرار مشرق الأنوار. هنا سادتي الكرام ذلك حظوظا وحظوظا كبيرة جدا بالنسبة للمنتخبين، إذا تعادلا فهم سوفر 2-1 3-2. كل هذا وين ياخذ يا جماعة؟ 24 يزن شرحة، هنا انطلقت صافرة تجعلك تنتظر مستقبل كبير بالنسبة له. لدينا كرة هنا من الطرف الأيسر خط المنتصف، بعد ذلك من الطرف الأيمن، تقدم بهذه اللحظات ونقلة إلى الأمام، عين ينتظرها العماني واليمني، والحديث عن منتخبين قد تنافسا مع بعضهما. هذه كرة إلى الأمام، اقتراب فريق المنافس، والمنتخب المغربي يقوم بهذا الأسلوب بتبادل. هاي تخبل يا حبيبي، عندنا كرة لمصلحة المغرب مرة أخرى، وصلت للدفاع، الضغط موجود، ولكن لدينا كرة من الطرف الأيسر، هنا التقدم، نقلة واقتراب، هذه المرة الأولى بعد من خلال هذه المباراة، ننتظر ونتابع، نقلت الآن ولكن يأتي التدخل. هي مغربية، التقدم، يا السلام على سحب الكرة والتمرير يا مجنون، هذه محاولة واقتراب، الأول قاعد أيوب مرة أخرى وبنقلة إلى الجهة اليسرى، تقدم بهذا التوقيت، دخل منتخب الفلسطيني بهذه اللحظات. يقولون هنا بلسان العرب، نعم بلهجتنا عفوا، دم حار وما يهدى هذا الجزاء لمصلحة الفدائي. لدينا كرة من الطرف الأيمن، طلعة هجومية فلسطينية، هذا الارتداد، هذا التقدر بأن كل من فاز بلقب معين أو معظم من فاز بلقب معين يصرح. كرة وصل للدفاعات، الضغط والتقدم هنا لمصلحة المغرب، لمصلحة الأسود، وبتقدم لمصلحة المنتخب المغربي، أسود الأطلس يبحثون، وبعد ذلك بانطلاقة فلسطينية من الطرف الأيمن، هذه المحاولة والمهارة والسقوط على استمر، هذه انطلاقة، التسديدة تأتي ولكنها عادت من الطرف الأيمن، ولكن الرزق هنا أبعدها بتدخله قوته. هذا منو فان دايك؟ رقم 8، نعم. لدينا كرة والتدخل، الأخطاء في مثلها كمية تماس من الجانب الأيمن، وهنا بالتقدم والمحاولة والمهارة والعرضية، بهذا التقدم، بهذه المحاولة، بهذه المراوغة، الله على المهارة الرائعة، ولكن التكتب عليهم أن يعتمدوا على هذا الأسلوب. هنا وصلوا إلى الأمام بين الاثنين، والتغريد وحيدا، هذه كرة نقلت إلى الأمام لكن تلاحق. لدينا كرة من الطرف الأيمن لمصلحة فلسطين، التقدم، التسديد، ولكنها وصلت على مستلام من الجهة اليمنى، رضا الركوعي بكرة إلى الأمام بانطلاقة تعتمد على السرعة، ولكن ما يناقض ذلك ملح كرة القدم هي الأهداف. هذه حارس المرمى عبد الله بتسديدة جميلة جدا ولكنها أبعدت، نعم، بقدم يسامك هنالك في أبها. نصف دقيقة مباراة الأول من هذه المباراة، كم سيضيف عب الجزء الثاني من هذا السيناريو، من هذه المسلسل، نرضية الملعب، أتمنى أن لا توجد هنالك إصابة. محمد رديد وتمنين له السلامة. لدينا انطلاقة من الطرف الأيسر ولكنها تسير الأمور كما انطلقت بهذه المحاولة وبهذا التقدم، قد جاءت هنالك في غرف الملابس وننتظر هل سيترجمون ما عن بطاقة العبور، لا يهم بالنسبة له إن تعادل أو فاز. هذه كرة وانطلاقة، نعم، لكن وصيفا وبتأهله المنتخب المغربي، هذه محاولة، يريد تدخل الكادر الطبي بعد هذه الانطلاقة والشد الموجود، نعم، والسلامة أولا، سلام، متصدر سيواجه مصر، يواجه الفائز من مباراة الأردن مع فلسطين أو المغرب أو عمان لحد الآن، هذا ما يريده، ولكن على هذا الوضع تبدو بأن الأمور صعبة جدا. تخيل الشد موجود الآن، حالات الشد والإصابات ستظهر لنا في الأيمن، تنقل إلى الأمام، المحاولة بهذا التوقيت
والاقتراب من الطرف الأيسر هنا لمصلحة المنتخب الفلسطيني. لاعب أمام لاعب خلف، نقلة إلى الأمام، تدخل، التسديد يأتي ولكنها إلى ركلة. هذا التدخل باللقطة الماضية وهذا الإبعاد من كاريزما خط الدفاع بهذه اللحظات لمصلحة المغرب. سقوط على مستوى صافي بهذا التدخل وأمام أنظار حكم المباراة بعدما تدخل على أسامة أرهون الثلاثة أو بعرضية مباشر لعبت ولكنها إلى ركلة. كرة واصلة مغربية، تقدم بهذه اللحظات، التسديدة تأتي ولكن أخراز، وبالتالي محمد أخراز كرة ذهبت بجانب القائم. واحدة من أخطر فرص المنتخب المغربي لحد الآن، وبالتالي لدينا ركلة لهجوم المنتخب المغربي. نقلة إلى الأمام ولكن الخروج الرائع، خروج وتوقيت مناسب جدا وقراءة رائعة للحالة الماضية هنا في منتصف ملعب المباراة. تبعد بالراس صاشنات، نرجو بأن تستمر الأمور بشكل أفضل بحال أحسن. تحدث عن أحباء في أرضية الملعب، ويعني حتى هذه التدخلات جهة اليمنى، نقلة إلى الأمام ولكن لكنها تعود على مستوى خط الدفاع. هذا الجر إذا بقي هذا الحال ولم تاح النتيجة، لدينا عرضية واصلة إلى الأمام، ولا الأخطر لحد الآن في هذه المباراة. بعد عيد العارضة أم القائم أم أي، نعم العارضة 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 العارضة. إنه في أو 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 قوية 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 من الوهلة الأولى هنا من أجل الأول. تابع شاهد، أوه 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 أوه، هذه متعمدة يا مساعد، المساعد الأول وينك؟ أتحدث بكل أحدها، كان هنالك تدخل من الفلسطيني على المغربي، هل هو رد اعتباري؟ هذه محاولة هنا ولكن تصل إلى حارس المرمى. تبقي على نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء، تدخل بهذه اللحظات هجوم المنتخب المغربي، عرضية إلى داخل البوكس، هذه التسديدة التي لم تكن موجودة خطأ خطأ، سيكون الدور ربع النهائي. استلام، تقدم المغرب من أجل أول الأهداف، جول لمصلحة أسود رائعة جدا، وبالتالي هو لذلك المثل أو لجرى بمرمى المنتخب الفلسطيني. لن تستمر سلبية، وهنا بالراس هل هنالك تسلل أم ماذا؟ وبالتالي ولكن اليد لا تحتسب، اليد لا تحتسب، لكن هل كانت جسم خارج؟ حقيقة التمريرة رائعة جدا صنعها بشكل